لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم الخوت والخواتات واللي متابعينا القناة. نفصلوا هاد التونيكا هادي إن شاء الله. اللي بغا يستافد اللي عندو غرض في هاد الشي هذا مكنخدموهش بزاف، اللي كيجينا بعدا نخدموها. التوب ديالي فيه 3 متر في الطولة وفيه في العرض 1.5 متر. كناخد القياس ديال الصاية، السوا ديالي فيها 1.47 متر في الطول. كنحيد 42 ديال الصدر، طول الصدر 42 × 41، كتبقى ليا 1.06 متر. كنزيد عليها 2 سنتيم، هي 1.08 متر. هنا كنعبر 1.08 متر، مدوبلة. كنحيد من هنا 8 سنتيم، عاد كنعبر 1.08 متر، هي 1.07 متر. قريب نجيبها هي هادي. هنا كنحيد في الطول 8 سنتيم، وكنعبر الطول ديال الكسوة ديال الصايع، عندي هنا 108. عندي في الحزام عندي 52، هي 26. ندخل هنايا 3 سنتيم، واش غادي نديرها في البلية، وغادي نحط 26 27 سنتيم خياطة. نقسمها على جوج. أنا غادي مايل. الجلايل هنا في العرض غندير العرض ديالتو، عندي هنا 1.08 متر، نخرج هنا بواحد 3 سنتيم ولا 4، من هنا غادي نعبر 1.08 متر. نجي للوسط ونعبر 1.08 متر، والوسط هنا ديال الربع ندير 1.08 متر، الوسط ديال هذا الربع هذا ندير 1.08 متر، ونلاقي هادو عرفتيش تلاقيهم هكا، تلاقيهم ما عرفتيش سير غير بالعبار. هنا ملي خرجت 4 سنتيم من هنا كنطراسي هاد،
ومن هنا كنعاود ندخل هاد 4 سنتيم اللي هنا الحساب، نديرها هكا دايره جايه شي شويه بومبي باش كتعطيني اتساع في الهونش. كندير واحد الكرانات هنا في الجن باش ما يديكالاش ليا، ف لانه هو كيتير هنايا في الجناب باش ما يديكالاش. هنا كنخرج بعشرات السنتيم ل 11، كنكراني باش ندير البلية ديالي. غادي نشدها البلية، غادي نشد الفنيتة، نشد هاد القي بحال هاد القياس هذا ديال الفنيتة، فيها البانسة ديالي فيها 3 سنتيم. غادي نشد هنا سنتيم ونص، وغادي نشد هنا سنتيم ونص، غادي ندير ليهم غير فنيتة حتى نعبر ونحقق المعبر ديال السنطة باش ما نخليش الزيادة وما نخليش النقصان. عاد نجمعها، هاد الكسوة هادي عندي فيها جويبات، الوجه ديال التوم هو هذا. كنزل من هنا واحد 5 سنتيم، ومن هنا كندخل 7، وكنهبط الجيب ديالي ندير فيه 15 سنتيم او 14. الطريقة ديال هاد الجيب هذا غادي نخلي لكم الطريقة ديالو في صندوق الوصف، حيت عندي فيديو بعدا بلا ما نصور الجيب. هاد الخدمة ديال هاد الصايغة راه كاينة عندي كاملة. حنا اللي مهم هو الصدر، هاد الطروف هادو كل حاجة عندها بلاصتها. واخا انا غادي نسبق دابا، نسبق الكمام باش عاد باش نخرج الظهر والامام. هاد البلاصه هادي كنخرج فيها الكمام، الكم عندي فيه 62، التركيز غادي ندير فيه عندها 56 في الصدر. ندير لها في التركيز 27،
هذه 28 تركيز، هنا خصني ندخل وندخل 13 28، وانا عندي الكم فيه من فوق شي شوية، هذا الكم ديالي وحس عندي فيه اللي بلي من فوق لسفلي، نزيد 4 سنتيم، ممكن تزيد حتى 10 كاع، سبعة وعشرين. نزلنا هنا 7 سنتيم، الطول ديال الكم ديالي 62، 62 غنقص جوج سنتيم وغندير له بواني، سنتيم غيدخل في الخياطة، البواني غندير فيها غير 4 سنتيم، هاد العرض هذا 16، مزيان. هنا كندخل 1 سنتيم في الأمام، سنتيم ولا سنتيم وشي شوية، هنا ندير ليه بواني وندير ليه هنا فتحة تكون فيها 6 سنتيم ولا، هنا غادي نفصل الظهر خلف، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.